قريب تدخلكم في انتخابات اتحاديات أرباب عمل. تدري كانكم ما تعرفوا عن نزع ديقة من رجال الأعمال ورجال الأعمال والقطاع الخاص، ما يجب يكون اقتصاد من دونه. وهذه المدة انتزعت لنا الثقة، ما تحدي بدورها تشارك في التنمية الاقتصادية، ولا تحدي دورها تزيد رأس المال الوطني، ولا دورها تشغل الشركات. سؤال عن ميناء المهليب المستقل السيد الوزير الأول، وعدت فيه توسيع أنتم تشيدوا بها ومعول عليها بالتنمية الاقتصادية وبصفة خاصة التنمية الاقتصادية بالتنمية البوابة الأجنبية، وهو نعامل واهي في شهر وحنا ما رأينا له ماش حد. قالوا واحدين وما نزل، قالوا واحدين ونزل وما عرفوا حد، قالوا واحدين وفي مشكلة بين المنطقة الحرة والميناء، وهذا بعد يخسر مجهود الدولة اللي يعمل في هذا الميناء. سيد الوزير الأول، إن رأي كان الدولة خلات فيها نهائي على الصيد التقليدي اللي هو الفرع المهم من الصيد، بيدي ما عنده تمويل وبيدي تخزين يجبر فيه المشاكل ويجبر المشاكل في التسويق. سيد الوزير الأول، الزراعة حضرتك تخليتوا عنها، منين عاد اللي منين خصصتوا بصيغة ماهي موفقة لصلات وعاد الحصاد للإكتار من شن 24,000 إلى 100 مليون إلى 100,000، وتعرفوا عن الحصاد اللي يعدد في الصيف الماضي أنه ما بقى تصدونه 65% من الناس اللي يقطعون عند الدول، وهذا المعدل من الخريف في شيء ما مطلوب من عندهم لا يؤخذوا فيه، وهذا عاد الطن الطن الأغوصين بعد 50,000 يكان حد يقدر يسترجع شيء. في جهة السيد الوزير الأول جات الوحدين وغربتوا ما يخافسهم واحد، وجات وحدين ما خافسوا قاسوا غيروا مغاير الخالين وحدين اثبت عليهم اختلاس ومزالوا بلدهم ومعرفين سير المؤسسات اللي هم عليهم اختلوا نعرفوا كان ذات حق ولماذا. السيد الوزير الأول، انت رأي كان حكومة جاتها أخبار كيف رحنا هذا اللي يدرون الفوت، جاتها أخبار بزات كيف اللي في بلدية الوديم، كيف اللي في طب الوديم، كيف اللي في بلدية الزوالات. بلدية الزوالات فيها راجل ما يتكلم مع ساكنة المدينة ويصوع نائب قلوب المنتخب من البلدية ويصوع مدينة الزوالات في الوديم، هذا نتيجة تدخلكم في انتخابات البلدية. في الوديم في عمد يختلس الأموال بعدد العنصرية وعمار ما خسر من 19 ولا يعدل أي خدمة للدولة ولا للمواطنين، هذا نتيجة تدخلكم في البلديات العدل يكون المدينة يخسر لا يعود نتيجته كيف نتيجة تدخلكم في اتحاديات العمل. سيد الوزير الأول، أنا ربي عن حكومة وزيرها ومن وزرائها يعترف من المنتخب ويمر حد من عنده ولا يطرش عن هذا يخلعه ويخلع لسياسة الرئيس ويخلع للي عدلتم المجهود كامل. أنا ماني ناكر عن صرف المجهود، يا أخي هذا المجهود المعدل في الدولة 60% منه تخسر بها قلة فخرة الناس اللي شارك عليها وبها قلة نزاهتها وقلة وضوحها. لو منها عن كنتم معاونين كلهم ما يعطوكم شيء في المام صالحين، وأنا ما أعرفهم عجبني من بات القاطع الرئيس أنا جدران بالمعلومات كاملة اللي قالوا اللي عدلت الرئيس يقول إن كانوا عند عمال سنين معهم جدوا معهم معارضة وهم عمال بس يبقى يطرق فقط.